البيتكوين مستوى قياسي آخر ورقم قياسي آخر تحطم هذه العملة، حيث تجاوزت حاجز 72 ألف دولار واستقرت هناك لأول مرة بتاريخها على الإطلاق قبل أن تتراجع قبل قليل. هناك طبعا مشاهدينا سبب وراء الارتفاع وأسباب وراء الاستقرار بعدما وصلت هذا الحاجز. السبب الرئيسي وراء ارتفاع بيتكوين هو نجاح الصناديق المتداولة في البورصة للعملة المشفرة والتي أطلقت في يناير الماضي، وجذبت هذه الصناديق الصادرة عن شركات أيضا جذبت الكثير من العملات ومن المستثمرين، وتدفقات إضافية صافية بنحو 9.5 مليار دولار حتى الآن. ومع هذا الارتفاع لم يعد مستبعدا أن تصل العملة الرقمية المشفرة عتبة 80 ألف دولار على المدى القريب. ومن هنا أحول هذا السؤال إلى زميلة نوف. نوف، يعني كنا نناقش الموضوع الأسبوع الماضي عندما ارتفعت إلى حدود 70، لماذا ارتفعت وهل ستذهب إلى ما يعرف الكوركشن اليوم؟ لماذا وصلت إلى هذا المستوى؟ بالفعل ليال، عدة عوامل تدعم المكاسب القوية التي تشهدها البيتكوين، عملة البيتكوين، لكن ربما أبرز هذه العوامل هي زيادة تدفق السيولة إلى صناديق الETF للبيتكوين، صناديق الاستثمار المتداولة. إذا ما تحدثنا بالأرقام، الأسبوع الماضي فقط تم يعني تدفق إلى هذه الصناديق أو إلى منتجات الاستثمار بالعملات المشفرة بالمجمل 2.7 مليار دولار في أسبوع واحد فقط. بذلك ارتفع المبلغ، إجمالي المبلغ منذ مطلع العام إلى 10.3 مليار دولار. هذا مبلغ نتحدث عنه في غضون 3 أشهر فقط منذ مطلع هذا العام. إذا قارناه بالرقم القياسي الذي وصلت إليه التدفقات، كان ذلك في عام 2021، بالعام بأكمله كانت وصلت تدفقات السيولة للعملات المشفرة إلى 10.6 مليار دولار. ف10.6 مليار بعام كامل مقابل 10.3 في غضون 3 أشهر فقط. هذه بالطبع إحدى العوامل الرئيسية. أيضا لدينا عامل آخر مهم، وهو البيتكوين هافينج المرتقب في شهر أبريل، هو تنصيف البيتكوين. بأبسط المفاهيم، هذا يعني البيتكوين هي عملة تتعدن بشكل يومي. التعدين ينتج عنه 900 عملة يوميا. بعد التعدين سيصبح عدد العملة التي ستتعدن يوميا حوالي 450 عملة، بالتالي العرض سيقل والطلب سيزيد. أيضا هناك عامل آخر مهم، وخاصة أننا في سباق الانتخابات الرئاسية. يوم أمس دونالد ترامب كان أعلن أنه إذا ما تم انتخابه كرئيس للولايات المتحدة مرة أخرى، إدارته لن تقوم بفرض أي إجراءات ضد البيتكوين أو العملات المشفرة بالإجمال. وأيضا أريد أن أقف عن نقطة واحدة فقط، أنه يوم أمس وللمرة الأولى هيئة الرقابة المالية البريطانية قامت بالإعلان أنها ستنضم للهيئات التنظيمية الأمريكية بالسماح بإدراج أيضا ETPs. هذا كنت سأسأل عنه، إلى أي مدى اليوم يشجع ويحفز الاستثمار. ولكن هناك أيضا عوامل، منها يعني الأخبار والتلميحات عن انخفاض الفائدة، وأيضا عدم اليقين بسوق الأسهم الأمريكية والذهب نحو الاستثمار إن كان بالعملات المشفرة أو بالذهب. إلى أي مدى ستدعم البيتكوين بالمرحلة المقبلة؟ أكيد يعني هي البيتكوين حقيقة ليال تعتمد بشكل كبير على التكهنات ما بين المستثمرين، مستثمرين عاديين حول ما إذا كانت سترتفع أو تنخفض في المستقبل. وهي عملة يعني تشتهر أو معروفة بأن ليس لديها أي أصول أساسية، يعني لا أصول تسعير، معروفة بتقلبات حادة، تقلبات حادة على أساس يومي. يعني الأسبوع الماضي كان وصلت 70 ألف، بنفس اليوم رجعت انخفضت ل 65 ألف بساعة واحدة. وبس يعني أريد أن أشير، العام الماضي 2023 كانت سجلت العملة على مدار العام قفزة كبيرة أكثر من 150%. العام اللي قبله كنا شاهدنا هبوط حر قوي بحوالي 70%. اليوم السؤال التصحيح، يعني بالمرة الماضية شاهدنا هذا التصحيح وكان تصحيح كبير جدا. اليوم التصحيح هل يمكن أن يكون بالفترة المقبلة بمدى قصير أم لا أحد يمكن أن يتكهن هذا الموضوع؟ يعني معرفة مسار البيتكوين أو إلى أين ستتجه العملة هو يعني حقيقة أمر شبه مستحيل، لأنه كما قلت لا أصول تسعير لهذه العملة. يعني هي ليست دولار أو يعني لا أصول ثابتة لهذه العملة، فبالتالي هو أمر شبه مستحيل. ولكن يعني
سننتظر سنرى التقلبات، لكن هناك يعني هناك توقعات من مستثمرين كبار يتوقعوا كاثي وودز هي مستثمرة كبيرة توقعت يوم أمس أنه ممكن أنه سعر البيتكوين يصل إلى مليون دولار في عام 2023. وأيضا فقط أريد أن أقف عند أن يوم أمس شركة مايكرو ستراتيجي قامت بشراء 12 ألف عملة كان ذلك بحوالي 820 مليون دولار. فجميع بالطبع هذه سننتظر ونرى ماذا سيحصل الفترة المقبلة. شكرا لك نوف.